الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضه ضد النادي الاهلي. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا هي الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال نروح لاول فقره معانا من منتخب مصر الاول، المباراه اللي كل ملايين المصريين وكل الدعوات فيها الحناجر بتلتهب وكثرة الدعاء لمنتخب مصر بإذن الرحمن في مباراة السنغال القادمة يوم 25، خلاص النهارده 23، بكرة بعد بكرة المباراة بإذن الرحمن، ربنا يوفقنا ويكرمنا. لكن يا جماعة، يعني أنا كإعلامي أو كيوتيوبر أو كصحفي أو كناقد رياضي أو أي وصف كمشجع، طبيعي إنك حضرتك تطلع تشجع مصر، تحفز منتخب مصر، تقول مصر بإذن الرحمن قادرين. لكن غير الطبيعي ومنتهى الهبد وقمة الهبد إنك تطلع في قناة وتجيب 3 لاعبين سابقين، منهم الهجاص رضا والأخ مش عارف مين لمونة، حد الثلاثة كده طالعين سنغال فريق ضعيف، ده احنا هناكل السنغال. سنغال ايه؟ السنغال دي فرقة يا جماعة، ده احنا بنلعب في دورة رمضان. ايه السنغال دي؟ احنا قادرين نكسب 3 و4. يا جماعة بطلوا بقى كده، كده غلط والله. يعني تخيل النهاردة واحد بقيمة الهجاص رضا اللي طول عمره فاشل لحد بكرة، عمره ما نجح في فرقة ولا عرف حتى يكسب دورة معمولة في الشارع، معرفش، طالع بيتكلم على منتخب السنغال اللي هو ابسطها اقربها بطل افريقيا ولسه كسبانك في بطولة افريقيا، ولو قلنا حتى يعني قول حتى المستويات متقاربة، احنا زينا زيهم، لعيبة في اكبر اندية العالم، الفريق كله مش عندهم صلاح وهم على ساديو، لا عندهم الفرقة كلها محترفة في اكبر الاندية في اوروبا. فيخرج علينا البعض يحسسنا ان مصر دي هتاكل السنغال، منتخب مصر باذن الله نكسب، مفيش واحد مصراوي ما يرضاش او ما يحبش انه ما يكسبش، دايما مش مصر اصلا. لكن يا جماعه نتعامل بالعقل، انا كده بوصل رساله سلبيه للاعيبه منتخب مصر، لا ده فرقه السنغال دي على قدها قوي، ده احنا ممكن نجيب الهجاص رضا على الهجاص سمير على الهجاص ابو الدهب، نلمهم كلهم على بعض ونعمل لهم فرقه وننزلهم قدام السنغال وهياكلوا السنغال، وسهل جدا نكسبهم 3 و4 و5 وناخد الحسابه معانا ونحسب كمان. احترموا عقول المشاهدين، احترموا عقول المصريين. اتمنى في مهزله في الحكام، كابتن عصام راجل الامير كباره البركه، اتطلب منه حكم دولي يروح يحاضر في دوره تدريبيه للحكمات الافارقه، عاملين دوره تدريبيه كده في تونس او في مصر، وعايزين حكم دولي مصري يدرب ويحاضر الحكمات الأفارقة بما أننا في مصر، فمصر يعني على تقنية الفار وتطبيق تقنية الفار والكلام الجميل ده كله عشان يشاركوا في إدارة مباريات أمم أفريقيا للسيدات في المغرب. فاختار مين بقى كابتن عصام؟ اختار الحكم سيد مراد. مين يا جماعة؟ سيد مراد. فالكاف يا جماعة، سيد مراد ده مش حكم دولي ولا عمره كان حكم دولي، ازاي تجيبوه حاضر؟ تعرف يعني ايه يكون محاضر؟ يعني لازم تكون حد كنت دولي، يا دولي يا عصام يا عبد الفتاح يا دولي. هي مصر نضبت من الحكام الدوليين، ما عادش عندنا حكام دوليين سابقين. يا راجل ده عيب عليك، يا راجل عيب عليك يا راجل، سيبك من الصحوبية والصداقة والهق والمق والطبلة والرق، انت بتود واحد يمثل مصر، مع احترامي الشخصي للكابتن سيد مراد، مع احترامي ليه ولعصام، بس انت بتبعت واحد هيحاضر، يعني هيبقى في وجهة لمصر. فانت بأي عقل وأي منطق كابتن عصام اخترت السيد مراد؟ هل بمنطق الصحوبية والصداقة؟ فصاحبي وحبيبي وكفاءة هجيبه ياخد له قرشين حلوين بالدولار في المحاضرات بتاعته، ولا ايه بالظبط؟ عايزين نعرف من الكابتن عصام. معرفش ليه قناة النادي المنافس عمالين يعيدوا ويزيدوا في موضوع كهربا. قناة النادي المنافس بتقولك الاهلي بيشعل الفتنة،
عمل الاهلي يا جماعه. خلي بالك خلي بالك يا هلاوي يا جميل. قناه النادي المنافس عندها حاله رعب، عندها حاله من القلق والذعر. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ في 2-3 لعيبه من النادي المنافس على ابواب النادي الاهلي، 2-3 لعيبه يعني بيقولوا للاهلي شوفوا انتوا عايزين تدونا كام واحنا راضيين، بس نلبس تيشيرت النادي الاهلي، نلبس تيشيرت النادي الاهلي. فهناك حاله من الذعر لدى البعض داخل القناه، وطبعا عدد من الرموز والجماهير والكلام ده كله. ان ضربه كهرباء، ضربه كهرباء لسه ما فاقوش منها. عارف انت لما تاخد ضربه على دماغك ولسه ما فوقتش، فتلاقي الثانيه والثالثه والرابعه، ايه ده ايه ده ايه، ما عندكش اخوات بنات فيه يا عم بالراحه، ايه ده كده، ايه يا اهلي، هو كله ضرب ضرب ضرب، ما فيش شتيمه. فبدا دلوقتي عارف انت ما يسمى بحروب الجيل الرابع، لا دلوقتي بقت فيه حروب الجيل الخامس والسادس والسابع. جمهور النادي المنافس دلوقتي بما فيهم السوشيال ميديا والميديا الرسميه ليهم بيعملوا على ان انا هقلب الدوله عليكم، هسخن الدوله او المسؤولين عليكم يا اهلاويه، انتوا عمالين بتهددوا استقرار البلد. خدت كهرباء اشعلت الامور، لما تيجي بقى تاخد بن شرقي وتيجي تاخد صبحي وتيجي تاخد مش عارف مين، لا ده انت كده يا اهل بقى مش ناوي تجيبها البر، لا يا اهل كده مش منافسه شريفه. سبحان الله، الاهلي بيفوض لعيبه عقودها انتهت، وده حقه اللي بيكفلوا ليه لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، أصبح هو كده بيتخطى الحدود. في حين ان النادي الاهلي ونادي الزمالك لما كان في لعيبة فاضل في عقدها سنة واتنين والزمالك بيحاول يغريهم، ده كان زبادي بالخلاط، كان مباح ليهم، كان حلال، حلال حلال حلال. اما ان الاهلي يفاوض اي لاعب عقده انتهى في الزمالك او غير الزمالك، حرام حرام حرام، ده اسمه بس فتنة، نشر الفتنة والتعصب والرذيلة والكلام ده كله. لا لا، احنا دلوقتي الاهلي بيسخن الدنيا والبلد عايزة تهدى، بس الاهلي اللي عايز يشعللها. ومش بعيد يقول لك الاهلي هم اعداء الدولة، صحيح مش بعيد. فتريث تريثوا، اهدوا اهدوا، الجاي بيولع، الجاي هيكوي، في ناس هيجي لها حالة من الحرقان، وساعتها مش هيلاقوا كينا كوب. ليه؟ لأن في صفقات من العيار الثقيل من قلب نادي الزمالك. طيب تعال نروح ليه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي كان له تصريحات بخصوص شركة الشركة المسؤولة عن قناة نادي الزمالك، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. اتكلم مرتضى منصور وقال إن كان في اجتماع ما بينه وما بين الشركة المتحدة، وتم الاتفاق على الخطوط العريضة من أجل عودة القناة مرة أخرى إلى أحضان مجلس إدارة نادي الزمالك. قال إن هيتعمل برنامج وبرامج جديدة لمجموعة من الناس المحترمة اللي زي مايكل أيوب وعدد من الأسماء الأخرى، ويقدروا يستضيفوا الأدمنز بتوع الصفحات اللي ولأهم ولأهم وانتمائهم الأول لمجلس إدارة نادي الزمالك اللي بيحضروا الجلسات بتاعت كل يوم جمعة. قال مرتضى منصور إن في ناس بتقول إن كريم أبو حسين وأحمد جمال أهلاوية، وأنا بقول لهم كفاية انقسام داخلي بقى أهلاوي وزملكاوي، أنا نفسي أهلاوي، أنا نفسي كنت أهلاوي بس غيرت بقيت زملكاوي. ماشي. أمير مرتضى منصور المكرم مؤخرا كتكريم خاص ليه قال لك اللعيبة وعدوني بالمنافسة على جميع البطولات. قال لك احنا عندنا دوري وعندنا كاس، اتنين كاس، كاس قديم وكاس جديد. فاللعيبة وعدتني بما فيهم شيكابالا، قال لي بص بقى يا استاذ امير، البطولات اللي جايه دي احنا مش هنسيب حاجه. احب اذكرك استاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الكره في نادي الزمالك، اما بعد يذكرني او يذكرني ويحضرني بعد مباراة القاضية، ممكن حصل اجتماع ما بين لاعبي نادي الزمالك بقيادة الاباتشي شيكابالا الرمز والاسطورة الحية لدى ابناء متعقبة،
في حضرة المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، وكان هناك وعد واضح وصريح، وتم إذاعة هذا الوعد على الهواء مباشرة على قناة الزمالك لطمأنة وتهدئة قلوب الزملكاوية المتدمرة بسبب ضياع القضية ممكن والعرضة بتاعت زيزو. فخرج شيكابالا شاهرا سيفه: سنفوز بكل البطولات ما فات منها وما هو آت. احنا مش هنسيب حاجة يا امير. وانا زي بابا بالظبط في الشدة شديد وفي القوة قوي. لا يا امير خلاص، انا شيكابالا يا امير بقول لك مفيش بطولة هنلعبها ونخشها تعدي من ايدينا، خلاص خلصت. انا شيكابالا بقول لك كده. فسبحان الله سبحان الله، بعدها بيومين كان ماتش طلائع الجيش في كاس مصر. ماذا فعل شيكابالا ورفاقه؟ شالوا تلاتة. بتقول ايه؟ شالوا ايه؟ تلاتة. امال لما كانوش وعدين كانوا عملوا ايه؟ امال يا شيكا لو ما كنتش واعد امير كنت عملته ايه؟ كنت هتشيله ستة جديدة ولا ايه؟ نهاردة نفس اللعيبة هي هي. وانا متفائل يا جماعة ان باذن الله باذن الله هيكون زي الوعود السابقة. كل ما الزمالك بيخرج من بطولة افريقيا سواء كان حصالة او مركز ثالث في دول المجموعات بيبقى فيه وعد بالشكل ده، وفي النهاية المحصلة صفر. لكن يبدو برضه عشان نبقى واضحين، يبدو ان لاعبي نادي الزمالك واثقين من شيء ما. ايه هو الحاجة اللي واثقين منها لعب نادي الزمالك؟ هل هم فرقة قوية؟ لا والله مش دي. طب هل هم يعني ممكن فيريرا البروفيسور والبروف والمش عارف ايه ممكن يفرق في البطولات اللي جاية؟ برضو لا. لكن الثقة العمياء التي تحدث بها لاعب الزمالك مع امير تأتي من ثقتهم العمياء في قدرات التحكيم، حكام الاحتواء اللي مديهم طمأنينة وحاطط في بطنهم بطيخة صيفي. هو حكام الاحتواء هم دول اللي مخلينهم ان هم بيتكلم بقى وفاهم انت بعين قوية احنا هنكسب. هنكسب اذا ما كناش احنا فالحظ، واذا ما كانش الحظ يبقى الحكام. واضحة جدا سهلة مش صعب. ايه حكم يحتوينا واللي لينا نجيبه في اي حد. طيب تعال نروح لخالد الغندور اللي كشف المستور. بيعجبني جدا خالد الغندور انه يطلع بيوجه، ومش هقول زي مين من بعض البرامج بتاعت التوك شو، لكن خالد الغندور بيعرف يلعب كويس زي ما كان لعيب كويس. هو شاطر في الحتة دي. هو الادارة او حد كبير يقول له قول كذا يا خالد، فخالد يقول كذا. هاجم اللعيبة يا خالد عشان مش عايز اتجدد، فخالد يهاجم. فالجمهور يشتم خالد فهاجم يرجع، فخالد يرجع يدافع عن اللعيبة ويقول كلمتين حلوين في حق اللعيبة. خالد الغندور قال لك مفاجأة، لعيبة الزمالك قالت لي، وانا بتحدى خالد الغندور وبقول لك حاجة واحدة بس، هي لا لعيبة الزمالك ولا جهاز الزمالك ولا قول ادارة الزمالك. قال لك بصوا يا جماعة، لعيبة الزمالك قالوا لي ان كارتيرون مدرب جيد لكنه كان فاقد التركيز، كانش مركز الفترة الاخيرة. له حق يا خالد، هو هيركز مع اللعيبة ولا هيركز مع البت اللي كان بيجيبها في الفندق؟ ما يعني في فرق في السرعات يا خالد، في فرق في السرعات يا حبيبي. فقال لك كارتيرون ما كانش مركز، وقال لدرجة ان في ثلاث لعيبة من الزمالك راحوا الكارتيرون واتكلموا معاه بصراحة وقالوا له لو عايز تمشي قول لنا، عرفنا انك عايز تمشي لانك مش مركز معانا خالص، والفريق ساعتها كان بينهار. قال لك لعيبه الزمالك اخبروني ان هم دلوقتي مبسوطين بفيريرا وان هم مرتاحين مع فيريرا، وان المدرب عنده مباريات للزمالك الفتره الاخيره وبيقيم اللعيبه في اخر 6 شهور وملتزم وبيسافر وبيعمل واللي 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 وهيحدد الراحلين بعدين والكلام ده كله. عارف الكلام ده؟ الكلام ده يعني نسخة تبقى الأصل من اللي حصل لما مشي باتشيكو وجابوا كارتيرون. نفس الكلام، أصل باتشيكو اللعيبة كانت بتكرهه وما بتحبهوش، فاللعيبة بتحب كارتيرون لأن كارتيرون بيشتغل في التدريبات، بس باتشيكو ما كانش بيشتغل. فهو نفس الحكاية، اللي بيمشي ده ابن 60 في 70 واللي بيجي ده ابن 50 في 60، فبتمشي كده كله في الدهلكة.
كله في الدهلكة وكله بالحنية بيفك خالد غندور. عايز اهني نجمنا وبطلنا المصري محمد ايهاب ما دعا حق وراءه مطالب في اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في 2016. محمد ايهاب حصل على الميدالية البرونزية في رفع الاثقال. النهاردة المحكمة الرياضية الدولية بتعلن رسميا عن إيقاف الرباع الكازاخستاني راحيموف بسبب تعاطيه المنشطات. بكده الصيني اللي هو كان مركز تاني بقى مركز أول اللي هو لي أو ليو حصد الميدالية الذهبية. ابننا محمد إيهاب بعد 8 سنين في المحكمة الرياضية الدولية بيحصل على الميدالية الفضية. مبروك لمحمد إيهاب، مبروك لمصر، ميدالية مش في وقتها او من يعني حاجة جاية من فترة، لكن ان تأتي متأخرا دائما افضل من الا تأتي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم، سلام.